barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى الله سرايا كتاب أكتي ساح أيو كقرى أيا لعرشجا نحرز تيدا يا كهر مرتي عرض تيدا نحرز تنا لجم السيبو إلا ميت هو جي موي قف عن نحرز لو ما نحرزتم أنا جنا وحن شاء الله هنا دول استاج وحيابها قارو متري أنا حرز تاسي مدة سيعون بها النها إيمان تذن عن جبنه مغلظة صح كم إذا إسكون حرز الشذا مركلس خلافه الله سرايا هدو دون ومضن إنه ككل ميو هل كلمة أو كلية دين تفرعية ذي ذي غيبة هذا وصمين لها بل سأل الله كتابك أيو رحية لي آية ذا عد عد أصوكاً يكوى كلا أو أسكوك كواسي أو دور وجهي كسورة قليان لك تفسير انت سحابة وحيسكو غلافين فروع ذا دين تا وحيسكو غلافين فهم كواقع وحيسكو غلافين وحيابها مضانسيدة لوك الهور مرين أيو وحارمها اسكر الشي مدارستي تفسيرك كوي فقه كوي أصولك دادكونا لنع إلا لنع وين ولاين سيدان خلاف كاس اوغي يلينا آلاد نحريس اختلاف كالدوان ادق ما فالقل خيرادا فالقل سما ايوانا كتاليا رأيي ذي ان او كالدوان يقلوب تين او مذيسا وانا ننخلاف كاس كيالين وضادي كالقاء قرابة قوينتي والالتي نمذا مدى سؤون نقل نيسا هالستا اسقالي سينتا اي اسباديينتا اي داعا لك بحدا اسجاهلينتا اي اسبدعينتا يعني ومعنى وين والله ما أنت قفك جوجا كتبت إسلامي جا يكرر هذين يا وحون الصيغة يا إنه نيجلر كهلو عنا وين تكتب بذا أو أه سيفها العلوس يبنبوين كوحباب بقية إيه الصواريخ ذا يهبك وحباب بقية إنه يدك قارك وذقارك كلا يذكر ديان مسائل جزئية أه أو هذانا فرعة أو احتمال يسو وحيابه إن تصنع يا نصوصته أو احتمال يسو اجتهادات كي دلك بحين فوق هذا هذا يمر هربا او احتمال يسو مقاسد شرعاته يدي غان ذا كالدوان بل سوحا عريري قلي وعيقي ين نففكي مركاسا كود عني وحان دادك اوغدي غيني سيدا درت الدعاة وحي اوباهين اني تسالو سوقاتان قد يدانو كلا اني رأيي ذي اصداف صدان او وضشاكستان بل سن حريستان اني باغي اهاتو سيدا اوكو يريبا امام الشافعي واسحاب تسميت كميدا هبلو ميانا ولالو اهان كرين يان باسكوها فقن هل مسألو كليه معناها سي او شاغي امام الشافعي اسوغو خلاف امام مالك او اها اردقيسي يضو امام مالك كيري وحان اركا ان الهي افتن علمك كميدا كوغشبي اها كد من المقديدة معصيدة شافعي المدينة ايو كتغي وحونا الفي كتاب او مقعدري خلاف كي كدحي مالك يا شافعي سيدا او يتهانا نحارستاني ايو تلمامي اسوغو ادلجع الامام مالك وحودهي هدير لشاب امام مالك وامامك نجد مالك وحجدي على ايدات كيسا لقمه لي الصمد هوستي ذا وحكا صحيحسن كتابك إمام مالك هدي صنحان لهين إمام مالك ابن عيينة علمك وحجاس وكدمان لها سيدا أوكال إمام أحمد وحو قلاف الشيخي سشافعي شافعنا بغداد أيو كتاقي مصر أيو تاقي أردقي سنة وحو كيري بغداد وانكسو تاقي وقمانا سو تاقي قف كحلال ميرش بذن كعلمي بذن كأقوم بذن أحمد بن حنبل كدبنا وحو يري وحيليه احمد باد بوغانيسا اسنوك سو بوغانيا وحان ير شرفته كما سو شبا غورغيسا هذو سو بوغدو وا فضلي اولي انا ان بوغدو وا فضلي لبدا فضلي بلبدا حالات با امام احمد وحشيقي سكيري والله صدن سنه حبينا منبرين الا وانو دعاني امام شافعي وحو ير ويلكيس عبد الله ابا وانكو اركا مركاستا وادو دعايسا ابا معانو يو يحي شافعي انا دو دعاينيسو وحو ير ويلكيغي يو شافعي وحو دنيد او يحي سيده قرخدي ددكن وحو او يحي سيده عافيماتكي بل هدبا فيري لبداسي بدل ملايهن اما وحكا له ابن مبارك ايام مغلنين وحكا شاقيا ابو حنيفة حيالي وحو عركا خلاف ادحايا ابو حنيفة ينينك لمسألة مركاسو كويري ورميدكا اغان بورته هرتين ايو سيو اداوعو ماذا حاذا انح ايها انحين بورتا كاسوا معنى وناكسن اولا رب انو حاذر كو اهاذا دغنك دعادا وحنكو سو قبا قبين ايا قضيات كلا ان حريستني لقوت المام النبي صلى الله عليه وسلم وان حريس عالم كورانو احاطي اريق عالمين وحي كوبيسا مؤمنك وحي كوبيسا قالك وحي كوبيسا حيوانك ان هدلين يقيدها يقوى ان رقاقين افكلا
وحنك أجانين عدد كقطبية أي مضبة عدد كقطبية جمعة ولبة لعنذوي نتبلع عندك حكت أي دريان كوا الدين تكو خلافصا ما هن سبب تعذو نمذو ذا أما السبب كقوق ذا أما السبب كظلم جوذا بل سوى سبب تأسكو خلاف الدين تا وحن أجن هاي إنها بارك قفا مسلم هين ويا هاي السبب تا سيد الله بشاري تعسوا السبب تعاسن تو ذا يحد قدبك السمايان سيدا او كلا وحان لين هاي إله أمد أن تصي ودد توصن أو لغو شرف يددك كو أدع صن وحا هبانينا لهنو أو لغو هنوني إهل كمع سيدا محايا لقفك هنونك أغو ياريا مسلم كأكتسا وكهر مرسي هاي إنا لهنو أول الدولي أهل مع سيدا تاسوا أدبك يدغن كدعا تاسوا أحقابك مدى فرنتا نحايا مدى سيون أسدنو ددك كلا سيدا كلا كلمة دو قدن بيسا وحيابه كموغطو نحاريستو naxariista deegaanka waxaan aaminsanahay mid ka mid ah dhibaatooyinka maanta ee caalamka galbeed wuxuu ula dhaqmay deegaanka qaabka maamulida iyo ka sareenta iyo haysashada mafhumka saxda ah ee quraanka wuxuu kula dhaqmayaa qaab naxariis leh deegaanka dadka in loo saqiro inay uga shaqeystaan waxyaabaha khayrka uga soo noqonayo iyo inay barako ka helaan dadka deegaanka degan sidaa darteed naxariistu xitaa xayawaanka haddii aad xayawaanka gowracaysaan si wanaagsan u gowraca midkiin haddii uu wax gowracayo midida ha afaysto xayawaanku gowracayana ha ugu raaco sidaa darteed lama ogola naxariis la'aan in lagula dhaqmo xayawaanka mid baa mar hore igu yeeray barnaamijka itijaahul macaakis waxaan ku ilaahay wuxuusan ogolayn xayawaanaadka in laisku diro dulmi lagu sameeyo bal ka waran inaan dad isku diro maxaa yeelay dadku hadafka ugu dambeeya waxay u maleeyaan in qofku xadka uu ka baxo oo midba midka ka soo horjeeda uu lacnado taas waxaad u maleydaaba tusaale annagu waxaan doonaynaa in laysku naxariisto lana wada hadlo laysna fahmo iyadoo ay jirto naxariistaasi iyo isku dhimrintaasi